بعد أن نجحنا في مؤتمر الاستثمار المعدني ببغداد، نعود مرة أخرى من البصرة الفيحاء عاصمة العراق الاقتصادية، حيث تقيم وزارة الصناعة والمعادن وبرعاية رئيس مجلس الوزراء المهندس السيد محمد شياع السوداني منتدى الشراكات الصناعية للفترة من الثاني إلى الثالث من كانون الأول 2023، وبحضور شركات صناعية ومستثمرين ورجال أعمال من داخل العراق وخارجه، لتطرح من خلاله الوزارة العشرات من الشراكات الصناعية الواعدة. سنعمل سوية على تحقيق شراكات صناعية من أجل مستقبل صناعي أفضل.